هات شوف الدروب اللي هناك ده. بصوا انا ولا عادي ولا بشجع باريس ولا بشجع حته، بس هو التيشيرت حلو بصراحه. بس هو يا جدعان عاملين ايه معاكم؟ اوصلوا فيديو جديد. اول حاجه عايز اكون صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه يا جدعان، في داعم صاحبي يا جدعان كلمني وقال لي بصوا يا جدعان كده كده ما بطلعش لايفات، فاداني تحدي كده كده ايه اعمله. هو تحدي جامد قوي يا جدعان. التحدي باختصار على 30 قطعه ماتيريال. تقول لي ايه يا امس 30 قطعه ماتيريال دي؟ اقول لك يا زميلي التحدي باختصار ان احنا 30 كيل سولو سكواد يا جدعان، هشحن 40 50 الف شده غير الشدات اللي هتجيب من بابجي، وهنجيب يا جدعان 30 قطعه ماتيريال تارجت. لو جبتهم 10000 شده خلاص، جبتهم ب 5000 شده خلاص، جبتهم ب 20000 شده خلاص. فالتحدي هيبدا النهارده، هيكون تحدي اسطوري قوي. 30 كيل يا ترى هنعمله النهارده ولا لا؟ هي دي الفكره. فمش عايز اقول لكم خالص يا جدعان، فمش لايك ف عايزك سبيد انت تعمل شوكه تفعل جرس واحلى مسا عليك. يا رجاله يعني هناك ازمه يعني فاهمين، انا دلوقتي لما بنزل بالاكونت بتاعي ام سولو يا جدعان، انا يعني على السكه على دغري بيتم التحفيل عليا يا جدعان عشان سولو، بلاقي كله عاضد كده في البيت، ماسك البيت الكبير كده في سكول، ربنا ما حلو ربنا نجيبه ربنا في ايه يا جدعان؟ لازم كل مره افتح حرنكش فاهم عشان اتخلص انا من العبء ده. لو انا بلعب دو سكواد او سكواد وربنا افتح اكونت ما حلو، لكن السولو سكواد لازم تكون مخفي الهويه على الاخر يعني. كالعاده يا رجاله اول حاجه نعملوها اللي احنا ننزله فين؟ عند الكونترتين اللي انا بقول لكم عليهم. حلو، هم الكونترتين دول بتوعنا. ابعتوا لي الايكي. ولا 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 تعالوا انا مش حلو ادفع ناس الكلات. لا زميلي ساتر يا رب، تنفس صناعي تعالى يا جد، تعالى يا زميلي وريني معاك يا زميلي وريني. لا انا عايز الاوزي اللي معاك ده زميلي، مش لسه عمر انا. تعالى يا زميلي تعملوا ايه هنا يا جدعان؟ تعالى يا زميلي والله جاي لي. يلا بينا ابلع يا زميلي. تعالى ده هو هو تنفس صناعي النهارده. ايوه جيم جامد. بس حلو قوي. لعبوا بقى معايا مع حنا، احنا معانا 9 كيل جمال. لا اول واحد ده له جد اللي صعب عليا، اتاخد قلم في وشه يا خرابي. ليه في واحد بيمشي قدامي؟ جاي لك يا حوته، جاي لك يا حوته اتقل بس. تعالى زميلي فعك الليتي ورب. تعالى زميلي فقعت منك كليتك برضه، انت فين بقى بتاع؟ انت ورا بتاع صح؟ تعالى بقى. تعالى انت معلم، مش انت ايه سايقها؟ فقعت مني الكلايه. حلو، تاخد اتنين في بوقك. خد يا صاحبي، خد يا صاحبي، خد يا صاحبي. تعالى كيمو كيمو كيمو، تعالى يا كيمو، تعالى يا كيمو، يلا يا كيمو خد لك بوكسين يا كيمو، خد يا كيمو، خد يا كيمو، خد يا كيمو عشان تبقعش الكلايه تاني يا كيمو. نايس 13 كيل قول لا. بيو 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 بيو. بس شكرا. انا يا جدعان بحب العب بالاو ام بي قوي عشان الاو ام بي عامل شبه الجروزه، والله بتكلم بجد خلي بالكم والحوار ده حقيقي يعني. البي البي ام ال بتاع ده شبه الجروزه، تمسكه كده صاحبي بتحس ان انت ماسك جروزه كده ايه طرش. يلا بينا 10 كيل كبدايه حلوين قوي، بس انا معيش المنجل والله بيطير فوق السطح. يلا جاي تحتيه ده مش بوته يا جدعان، فعيل كمان ده فعيل فوق. انا بس انا ايه لا يا صاحبي ما تطلعش طرف جسمك يا صاحبي، هتطلع طرف جسمك هتموت. هتطلع طرف البنج عندي ستة، البنج عندي ستة، هتطلع طرف جسمك هتموت. بس انا ايه؟ طلع في عيل فوقي. مش عارف هو فين ده يا جدعان، بس انا هقول لكم على حاجة، انا هعمل حاجة حلوة قوي. لا ولا اقول لك انا هاخد البروتوب دي، ده جاي لي. تعالى كده يا صاحبي خد. شوي. اديك واحدة نيت بقى هنا. واحدة يمين.
خد واحده شمال خد في باقي جت خد. طيب لا صاحبي بالله عليك يا صاحبي بس فاهم الشغله مش ناقصه بيني وبينك. الله 19 كيل حلوين يا ساتر يا رب. طب ايه هات هات هادي هات هادي هات هادي هات هادي ولا مش تتحركش يا عم سوق. ايه يا زميلي ايه يابا تعالى يابا مالك تعالى تعالى يابا خد لك مالك يابا انت نويت نفسك ولا يا زميلي تعالى تعالى ببرشوت تعالى 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 صاحبه ماشي اهو هو انت تاني هو انت تاني. سلام عليكم سلام عليكم. ولا طلع انت جايبين ايه ولا زي ما انا زي ما انا اول ما يقرروا يبشوا يا ساتر يا رب. انا خلصوا نداتكم خلصوا حاجتكم انا قاعد يابا شكرا يا جماعه. في ايه طيب في ايه طيب في ايه في ايه في ايه في ايه الله مين الجيم ده هيبقى معاك يا رجاله ان شاء الله. هو الجيم ده فاهم انت هيكون ايزي 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 يعني. يلا بينا في ايه على التنفس الصناعي. انت كده انت زي ما بتموتش انت تعالى بس تعالى بس خد لك بنويتين بس كده ايه فوق بيهم. تعال تعال